السلام عليكم والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم جميع متتبعين قناة مطبخ أم وليد والأكل الصحي، إن شاء الله كلكم تكونوا بخير. إذا أنا اليوم جبتكم وصفة ولا أروع، كمان صحية وقليلة قليلة السعرات. جبت لكم وصفة غراتان اليقطين. غراتان احنا مثل ما احنا عندنا في الجزائر نقولوا له الكابويا، بالفرنسية يقولوا لها، كاين يقولوا لها سيتخوي بوتيغان، بالانجليزي بامكن. سو اليوم جبت لكم غراتان تاع اليقطين. يعني الطبخة هذه رائعة ما شاء الله. عندنا هنا كمية من اليقطين. هنا كنت قطعته الى مربعات كما راكم تشوفوا، يعني كمية حسب أفراد العائلة تاعكم. أنا مش احنا من يعني كمية كبيرة، ولكن هي كانت عندي يعني كمية يعني واحدة وحيدة كيقطينة صغيرة قسمتها، ومش كلها يعني عملتها. وهنا عندي بصلة مقطعة إلى مربعات، وعندي ثوم، عندي 3 فصوص من الثوم مقطع كمان إلى مربعات صغار. هنا التوابل، هذا وش عندي؟ عندي هنا الحبق، وهنا عندي الزعتر، وهنا عندي يعني ملعقة صغيرة من الحبق، ملعقة صغيرة من الزعتر، وملعقة نص ملعقة من زنجبيل باودر، وعندي الملح حسب الكمية اللي تحبوها. وهنا عندي زيت جوز الهند، وإذا مش متوفر عندكم أكيد طبعا يعني راح تستبدلوه بزيت الزيتون. اذا اول شيء واش راح نعمله؟ راح نحط نحط راح نحط البصل والثوم، راح نشوحه في الزيت، في زيت جوز الهند. يلا معايا. اذا هنا مثل ما راكم تشوفوا انا حطيت زيت جوز الهند مشان يعني يسخن. راح نجيب البصل والثوم نشوحهم في الزيت. يعني نخليهم يعني يدبلوا، حتى يدبل البصل قليلا، مش يغير اللون تبعه، لا فقط يعني يدبل شوي. نخليه، راح اتركه يعني لحد ما يذبل شوي البصل. اذا رجعنا للبصل، ها هو هكذا، راح نحط البامكين تبعنا مثل ما انتم شايفين. هذا نخلط، وبعدين نضيف التوابل. هيا ونتركه لحد ما يعني اليقطين تبعنا يستوي تقريبا، هكا لانه هو يستوي يعني بسرعة، ما بياخدش وقت كبير طويل ويستوي. اذا عبال ما كل شيء عم يستوي مع بعض، احنا راح نروح نجهز البشاميل مع بعض. اذا هنا مثل ما راكم تشوفوا عندي الكسرولة بتاعتي، راح نجهز البشاميل. البشاميل تبعي راح تكون صحية. عندي هنا تقريبا نصف لتر من الحليب مثل ما انتم شايفين هكذا، وعندي هنا ملعقتين كبار اكل من دقيق القمح الكامل، راح نحطها مع الحليب. عندي رشة ملح، عندي الزعتر، والحبق
انا هذا هو اللي نضيفه في البشاميل بتاعتي. اذا ونقعد نخلط المكونات حتى تعقد. انا ما نحطش لا دهون ولا اي شيء، لا زبدة ولا سمنة ولا زيت ولا اي شيء، فقط حليب وملح ومنكهات والدقيق القمح الكامل، وهكا وهيك راح تحصل على بشاميل صحية. يعني الحليب يعني لو الاستطاعة تاعكم انكم تعملوه خالي من الدسم احسن. يعني نقعد نخلط لحد ما يعني تتقال الخليط تاعنا البشاميل. كما تعرفوها كلنا نعرفوا البشاميل تبعنا كيف تستوي. ومثل ما راكم شايفين هنا ها هي اليقطين تبعنا عم بيستوي. يعني ما شاء الله يا بنات، الرائحة طالعة ولا أروع. هذه كمان أنا ننصحكم أنكم يعني تعملوها. هذه الوصفة هي جد صحية، وبالخصوص اللي تابعين يعني حمية هذه راح يعني راح تكون يعني نافعة لهم إن شاء الله. يعني قليل السعرات، يعني روعة. ها هي نكملوا مع البشاميل. إذن ها هي حتى يعني يقال يصير القوام يعني ثقيل. مثل ما راكم تشوفوا راهي بلشت هكذا. كان البنات مثل ما انتم شايفين ها هي اليقطين تبعي. شوفوا ما شاء الله كيفاش استوت، والريحه الريحه ريحه يا الله شو عامله. يعني ما شاء الله طالعه بتشهي بتشهي بتشهي. اذا البنات انا راح نحطهم في قوالب فرديه. انتم اذا مثل ما تحبوا، اذا كان تحبوا تخلوها هكا حب، يعني تحبوا تتركوها هيك يعني حب، يعني مش مشكل. واذا حبيتوا يعني تفرموها شوي بس بال بال بالملعقة او بفرشاة او بهاي الاداة. او بالاداة هذه الاداة انا راح افرمها قليلا فقط، يعني فقط مش كثير. مثل ما انتم شايفين ها هي روعة. شوفوا البنات انا كنت مفكرة انه كانت عم بتصور، فيعني المهم انا حطيت الصوص بشاميل على من فوق ومن فوق اليقطين، وبعدين حطيت تشيز، يعني اي نوع من التشيز اللي عندكم، الجبنه اللي عندكم، موتزاريلا تشيز او تشيدر تشيز، مثل ما بدكم انتم، اللي متوفر يعني عندكم حطوها. وبعدين تحطوها في الفرن على 180 درجه، يعني فقط يعني قدر ما يعني تتحمر من فوق هيك. وبعدين ان شاء الله راح نرجع لكم في الطبق الاخير. يعني كما راكم تشوفوا ها هوليك هذا هو الطبق تاعي، غراتان اليقطين. ما شاء الله واش نقول لكم، ولا روعة. يعني بنا ما لا تشبع، يعني انكم ما تشبعوش منها لما تاكلوها. يعني واش نقول لكم، حاولوا انكم تجربوها ومش راح تندموا عليها. اذا هي سخنة راح نشيل لكم قطعة منها. ها هي شوفوا من جوا كيف تجي معسلة. يا سلام. على فكرة أنا صايمة، ويعني صراحة شهتني. ما شاء الله. أنا ننصحكم أنكم تعملوها، يعني والله رائعة جدا جدا جدا. هذه هي اللي شاف أول مرة الفيديو بتاعي، اللي ما زال بعده ما اشتركش، مرحبا بكم اشتركوا في قناتي، وفضلا وليس أمرا يعني حاولوا أنكم تشاركوا فيديوهاتي يعني لغيركم، لأصحابكم، جيرانكم، عائلاتكم، هيك مشان تعم الفائدة.
اذا هذه نقولكم نخليكم في رعايه الله وحفظه، ونقولكم السلام عليكم، والى ان شاء الله مع وصفه اخرى جديده، والى اللقاء.